مرحبا عبد الله. اهلا اهلا نعمان. اهلا اهلا. تفضل يا نعمان، هذه جوزة. شكرا. عفوا. انت دائما تذكروني عند الاكلات الطيبة. الجوز طيب. ماذا تفعل؟ سأكسر الجوزة. تقدر؟ نعم، أسناني قوية وسليمة. اسمع مني يا نعمان، لا تكسرها بأسنانك. لماذا أسناني تكسر الحجر؟ إذا كسرتها بأسنانك سيحدث لك ما حدث لهشام. ماذا حدث لهشام؟ هشام؟ هشام؟ نعم. حدثنا عما حدث لك بسبب الجوزة. فقدت ضرسين من أسنان. فقدت ضرسين؟ وما السبب؟ بسبب هذه التي بين أسنانك. الجوزة؟ نعم، الجوزة هي السبب. أردت أن أكسرها بأسناني فكسرت هي أسناني. خذ 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 يا عبد الله. لماذا؟ أسنانك سليمة وقوية؟ لا أريد أن أفقدها. فقد هشام ضرسين. تستطيع أن تكسرها بأي شيء آخر غير أسنانك. نعم صحيح، ولكن في المرة القادمة إذا أردت أن تهديني جوزا فليكن مقشرا.